حاجات كتير وضمير وحب وقلب كبير احنا الدواء والداء ومهما تلهينا الحياة او حد في غفلة تاتا دور على الاخلاق وانا خير وحاجات كتير وضمير وحب وقلب كبير احنا الدواء والداء ومهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وقيم وحياة ومعكم على الهواء مباشرة من أجل الرحمن وفي يوم من ثاني أيام رمضان. يا رب يا رب اغفر لنا وتوب علينا وتولنا واصلح شأننا وارفع عنا البلاء والابتلاء وكن معنا ولا تكن علينا. ويا رب العالمين تكون حلقة موفقة إن شاء الله. من خلال هذه الحلقة نقدر نقدم فيها معلومة وقيمة, وأكبر من كل ده هي ان احنا بنقرأ ونفتح القرآن الكريم ونتعلم درس جديد من دروس القرآن الكريم بعيدا عن الجوائز. بس عايز اقول لكم بشرة, جايزتنا النهاردة 1500 جنيه ثلاث جوائز, وطبعا اللي فازوا مبارح هيجوا يتفضلوا ياخدوا الجوائز على الهواء النهاردة. كل اللي انا عايز اقوله لكم انه بالفعل حلقاتنا خالصة لوجه الله. طبعا كل التحية والتقدير والحب والمودة لزميل الدراسة وزميل العمر بشكل كبير جدا المخرج الكبير إبراهيم زايد معانا النهاردة في حلقتنا في قيم وحياة. هو وعمر البارودي نورونا من خلال هذه الحلقة. الحقيقة أنا كان رزقي كبير قوي من الدنيا وفي هذا البرنامج أن يكون معنا أيمن شعد وأن يكون معنا إبراهيم زايد في هذه الحلقات, فكل التحية والتقدير لهم. نشوف الآية ونعود إليكم على الهواء مباشرة, تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, مع اليوم الثاني من أيام رمضان مع الجزء الثاني مع قول الصابرين: اللهم اجعلنا جميعا عند البلاء صابرين وعند النعماء شاكرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكلمة مصيبة يعني شيء صوب إليك من قبل الله تبارك وتعالى, إما ما تحب وإما ما تكره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. روي أن رابعة العدوية التقت يوما بأحد الناس فقال لها: يا رابعة, من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ إذا قيل لك الآن من أين أتيت تقول من عملي, وإلى أين تذهب تقول إلى بيتي. ولكن انظروا إلى فهم رابعة: يا رابعة, من أين أتيت وإلى أين تتجهين؟ فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنا قادمة من عند الله تبارك وتعالى وإنا إليه راجعون. فلسفة الحياة بأسرها إن لله, أي نحن مملوكون لله تبارك وتعالى. أمرك في رمضان بالصيام, سن لك صلى الله عليه وسلم القيام, فهل امتثلت لما أمرك المولى جل وعلا به؟ وهل امتثلت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: وسننت لكم قيام ليله؟ إن لله. أنت مع اليوم الثاني من أيام رمضان عبد مملوك لله تبارك وتعالى. ما خلقك إلا لعبادته, وما خلقت الجن والإنس إلا
يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وحق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلوا الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة عجيبة قال عنها صلى الله عليه وسلم: إن في القرآن كلمة لو علمها أخي يعقوب لقالها. لما فقد يوسف ماذا قال يعقوب؟ قال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال صلى الله عليه وسلم في القرآن كلمة لو علمها أخي يعقوب عند فراق يوسف لقالها، ولو قالها لتأسى بها ومبيضت عيناه من الحزن. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أي مصيبة تصيب العبد، قال: من طفأ المصباح على قوم. لما احنا كده بلغتنا كمصريين نقول النور انقطع، الكهرباء انطفت، من طفأ المصباح على قوم. حتى هذه مصيبة، نعم مصيبة، فالنور نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. من طفأ المصباح على قوم فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلا غفر الله لهم. بكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون قال صلى الله عليه وسلم: ما من شوكة يشاكها العبد المؤمن. ساعات تحط إيدك على كرسي يطلع في شوكة، الشوكة تشكك في صبعك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شوكة يشاكها العبد المؤمن فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أجره المولى جل وعلا عليها. كلمة هي قول الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعطاهم المولى جل وعلا منح ثلاث: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وغدا إن شاء الله اللقاء. شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة تناشد الشعب السكندري التعاون معها في الحفاظ على نظافة الإسكندرية، وتتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. عدنا مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة، وهناخد أول اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زميلي العزيز أيمن شعب كاتب كلام جميل واستفسارات، بس عشان التليفونات هاخد التليفونات، وما بين التليفونات نبتدي نقول مغزى والدروس المستفادة من هذه الآية. ألو ألو، اسم حضرتك؟ ازيكم استاذ أمل؟ أهلا وسهلا. سريعا بس عشان احنا متأخرين النهارده. احمد عبد الرحمن ناصر. اسم السورة ورقم الآية؟ سورة البقرة آية 156. ايه العظة اللي انت اخدتها او الدرس المستفاد؟ اهم حاجة طبعا ان اذا عثرتنا مصيبة طبعا او اي حاجة تحت لنا لازم نقوله ان لله وان اليه راجعون. شكرا 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 باتصال حضرتك. ما عند الله افضل بكثير، احنا بس اللي ما بنبقاش واخدين بالنا. وناخد اسماء من على الفيسبوك، المفروض ان احنا نلتزم دائما بكلمة الحمد لله. ومفيش طبعا، هي المصيبة هي مصيبة في الموت، اي مصيبة تانية يعني قادرين عليها. ناخد الاتصال. الو الو. ايوة اسم حضرتك؟ محمد عبد العال محمد. اهلا وسهلا. اسم السورة ورقم الآية يا فندم؟ اسم السورة سورة البقرة الآية 156. اهلا وسهلا. العزة او الخبرة اللي انت حضرتك الدرس اللي خدته من هذه الآية؟ والله الصبر عند الشدائد. الصبر عند الشدائد طبعا. طبعا طبعا. شكرا لاتصال حضرتك.
الصبر عند الشدائد، إنا لله وإنا إليه لراجعون. ويا رب نكون من الصابرين التائبين الأوابين الغافر، يعني اغفر لنا، والمستغفرين في كل أوقات النهار، نحن نكون يا رب. اللهم عافنا مما ابتليت به الآخرون. ناخذ الاتصال. ألو ألو. أيوة مكسر مرفق بنبك. أهلا وسهلا. صوت البقرة آية 156، الاسم فوزي عبد الحميد. شكرا للاتصال حضرتك. الدرس المستفاد اللي احنا نصبر على أي مشكلة تصيبنا وبنقول إن الله وإنا إليه راجعون. شكرا للاتصال حضرتك، واجعلنا يا رب من المبشرين أيضا. ألو ألو. اتصال آخر، اتصال تليفوني معانا، وعندنا طبعا أرقام كتيرة على أو اتصالات كبيرة على الواتساب. ألو أهلا وسهلا، اسمك؟ ألو أهلا. ألو ألو. سمع حضرتك اسم السورة ورقم الآية. اسم 156، سورة البقرة، فرح إبراهيم عبد الحميد. يا أستاذة فرح، يا ترى بقى إيه الخبرات المستفادة، الدروس المستفادة من هذه الآية العظيمة؟ إن إحنا نشكر ربنا. الحمد لله. ونرتضي بقضاء الله، الرضا، الدرس الأول والأخير في هذه الآية الرضا، وإن ما هو من عند الله فهو خير كبير، أن نكون من الشاكرين، الأوابين، التوابين، المستغفرين، المصلين، الراضين. شكرا لاتصالك، ونشوف مين فايز فازي. شكرا. فرح عبد الحميد هي الفائزة في هذه الفقرة، وألف مبروك. الجايزتين التانيين من على الفيسبوك، نشوف حالا مين. أحمد حسنين هو الفائز في هذه الفقرة. عندي بقى أربع أسماء تانيين، إسلام أحمد، فاروق ويدا، أحمد منصور، فاطمة زيدان، نشوف مين الفائز. أحمد منصور هو الفائز في هذه الفقرة، وكده وصلنا للختام. لكن نشوف بقى فائزين أمس، كده عندنا ثلاث فائزين النهاردة، ثلاث فائزين ب 1500 جنيه، نشوف حالا فاصل يدخلوا لنا الفائزين من أمس. وصلنا لفقرة توزيع الجوائز اللي فازوا أمس، لكن أنا بنوه لكل الأحباء اللي فازوا النهاردة، بكرة إن شاء الله يقولنا ومعهم صورة البطاقة. ولا تنسونا في دعاء ظهر الغيبة أنها أيام مستجابة. يا رب يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتنا جميعا. أهلا بيك. 500 جنيه دول مقدمين من البرنامج. اسم حضرتك إيه؟ محمد إبراهيم. أهلا. أنت كسبت إزاي محمد؟
من على الفيسبوك كتبت في البوست وكسبت الحمد لله. بالتوفيق. اسمك؟ مصطفى جبري. اهلا وسهلا. حضرتك فزت من التليفون. من التليفون. انا فاكره كويس قوي. الف مبروك. شكرا جدا. وكده بتكون انتهت حلقتنا، لكن لقاءاتنا معاكم مش بتنتهي ابدا، ودايما هنتواصل ودايما هنلتقي من خلال هذا البرنامج. وعلى فكره لما بنلتقي في حب الله اكيد كل الاشياء بتكون ميسره. ولعلها فاصبر لها، فاصبر لها ولعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي، كانت معكم أمل صبحي.